السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجدي يوتيوب لأحوال الطقس، تحية طيبة للجميع وتحية طيبة لكل المتابعين، اللهم اغثنا غيثا نافعا غير ضار، آمين يا رب العالمين، إذن إن شاء الله نتمنى الخير والرزق الحلال إن شاء الله للجميع، إذن متابعينا نقدم لكم نشرة جوية مختصرة لطقس الجزائر اليوم الأحد الثاني من شهر جانفي 2022 إذا متابعينا نتوقع أجواء صحوة ومشمسة على أغلب المناطق الجزائرية خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية باستثناء تسجيل تقريبا هبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية خاصة وسط الصحراء المناطق الجنوبية الشرقية والمناطق الجنوبية الغربية هذه الريح قد تؤدي إلى تطاير بعض الرمال وبعض بعض الزوابع الرمليه على وسط الصحراء الى غايه منطقه الثوره نذكر متابعينا بدرجة الحرارة القصوى المنتظرة اليوم الأحد سنسجل درجة حرارة تكون ما بين 17 إلى 22 درجة على المناطق الجنوبية منطقة الصحراء وشمال الصحراء والواحات 18 درجة المناطق الداخلية الوسطى الشرقية والغربية ما بين 16 إلى 18 درجة المناطق الساحلية الشرقية الوسطى والغربية ما بين 19 إلى 20 درجة نذكر متابعينا في أواخر هذا الفيديو سنتعرف عن جديد التحديثات ونذكر أيضا الخير إن شاء الله قادم بقوة وبدايه من يوم الاربعاء الخامس من شهر جانفي امطار غزيره معتبره وثلوج على المرتفعات سنوافيكم بتفاصيل جديده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته